شكرا سيد المستشار على طرح هذا السؤال حول التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتعزيز ودعم تنافسية المقاولات العاملة في مجال نقل السلع والبضائع ببلادنا. بغيت نذكر أن قطاع النقل الطرقي للبضائع يعد من القطاعات الخدماتية المهمة في الاقتصاد الوطني، إذ يشكل إحدى الدعامات الأساسية لتتساهم بشكل مباشر في رواج البضائع والإنتاج وتنمية المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي، محدثا للقيمة المضافة ولمناصب الشغل. قد عرفت منظومة النقل الطرقي للبضائع ببلادنا إطلاق مجموعة من الإصلاحات والأوراش المهيكلة خلال 20 سنة الماضية بهدف إنعاش الاستثمار بالقطاع وتجويد خدماته والرفع من مهنيته ووضع آليات وضوابط شفافة لولوجه وكذا تكريس آليات المراقبة لضمان وتعزيز التنافسية، وقد كانت لهذه الإصلاحات نتائج مشجعة. تتمينا لذلك تعتمد هذه الوزارة منذ جانفي 2021 على مقاربة تشاركية جديدة لمواكبة القطاع من خلال إشراك المهنيين في القضايا والإشكاليات الآنية والبنيوية عبر مسلسل للحوار وللعمل المشترك مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع ببلادنا، والاتفاق مع المهنيين على برنامج عمل لسنة 2022 الذي تم العمل على معالجته في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين. واستمرارا لهذه المناهجيات رأست خلال شهر فبراير 23 5 اجتماعات مع المهنيين خصصت لتقديم حصيلة هذا العمل المشترك والاتفاق على أولويات برنامج العمل لسنة 23. وموازاة مع ذلك قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها دعم المقاولة النقلية. نقدر نذكر منها إدراج مقاولة النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ضمن الفئة المستفيدة من الدعم الاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل الطرقي، واستفاد من هذا الدعم حوالي 31,000 مقاولة تستغل 71,000 شاحنة تقريبا بمبلغ إجمالي تفوق 3 مليار درهم، أي ما يناهز 60% من المبلغ الإجمالي. كما تخصص 250 مليون درهم سنويا لبرنامج تكسير وتجديد الحاضرة. تم الالتزام بنفقات 1527 طلب وأداء 683 منحة بغلاف تقريبا 95 مليون درهم، فيما توجد 600 منحة في طور الأداء. كما تم فتح التسجيل منذ 19 أبريل المنصرمين بالنسبة لنفس البرنامج لسنة 23. تنواصل أيضا برنامج تكوين السائقين المهنيين بتكلفة 100 مليون ديال الدرهم برسم 22، حيث بلغ في إطار مجانية التكوين إلى نهاية فبراير 23 تسجيل 100,000 شخص تقريبا، كما استفاد منه 60,000 سائق مهني، 40,000 الباقي خلال 23. ونفعل أيضا العمل بنظام الخدمات عن بعد منذ فاتح مارس 22 بالنسبة لمقاولة النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، باش نمكنوها من تجديد بطاقة الإذن الخاصة بمركباتها دون اللجوء إلى المصالح ديال الوزارة. شكرا.